أهلا بيك عزيز المشاهد في برنامج الخليقة تجيب أتمنى تكون بتتابع البرنامج من حلقة لحلقة وإذا كنت أول مرة فترحيب خاص بيك إحنا بنتكلم مع بعض عن الرد على نظرية التطور بنرد من الكتب في الكتاب عن الخلق خلق الله للكون وخلقه للإنسان وكل هذه الموضوعات إحنا خلصنا لغايه الحلقات السابقه حدثنا عن انه حتى وان وجد نوع من التشابه في الدي ان اي كما العلم يقول حتى الان بنسبه عاليه جدا جدا بين الانسان والشمبانزي لكن عرفنا من الحلقه اللي فاتت ان هذا علميا ايضا لا يعني انهم من اصل واحد لكن ترتيب قواعد الدي ان اي هي اللي بتلعب الدور في فهم او في القيام بالادوار ده من الناحيه العلميه البيور من الناحيه الكتابيه شفنا ازاي انه ادم الرب جبل من الارض ترابا ونفخ في انفه نسمه حياه في البدايه برحب الدكتور ناجي اسكندر اهلا يا دكتور فريد اهلا بيك برحب بالشباب اللي موجودين معانا في الاستوديو اعتقد انه معدنا النهارده ان ننتقل لقضيه اخرى مثاره وهي الخلق في سته ايام في حديث طويل حوالين الموضوع ده دارس الكتاب والمتمسكين بحرفيه الكتاب يقولون وينادون بان الخليقه كانت في سته ايام حرفيه كاليوم الذي نعرفه اليوم الان لكن هناك اراء اخرى متعدده انه ليس كذلك فاعتقد ان الموضوع ده جدير بانه نتكلم فيه كده على مهلنا شويه طبعا ده موضوع هام جدا يا دكتور فريد ولازم ندرسه بذهن مفتوح ونعرف ايه نوع الكتابه اللي موجوده في سفر التكوين خليني اشرح كتابات الكتاب المقدس مه. في أصفار تاريخيه أصفار ناراتيف يعني بتحكي احداث مه. وفي اسفار كتبت بالشعر في اللغه الاصليه بتاعتها ودي بتنقل لنا معنى الهي بلغه شعريه وفي أصفار نبويه ده تركيبه العهد القديم سفر التكوين يقع ضمن الأصفار التاريخيه وده ما هوش سفر شعري فاللي بيحاول يخلي اللغه بتاع سفر التكوين سفر شعري ده لغويا مش قائم وهوريك بال من خلال القواميس المختلفه ازاي ان كلمه يوم المذكوره في اصحاح واحد تعني يوم يمثل دوران الارض حوالين محورها دوره كامله وده في حوالي 24 ساعة زي ما هو عندنا دلوقتي فأنا عايز في الأول أشرح إيه أيام الخليقة كان فيها إيه كل واحد لأني مرات إحنا بنقرأ الأصح واحد بصورة سريعة جدا ما بنعرفش إيه اللي حصل فيه فأنا عايز أوري أول دياجرام قدامنا اسمح أقرأ كم يوم بس منهم مش كلهم فضل. لأنه هنقرأهم يوم يوم لو ممكن أنا هقول ها. اليوم وحضرتك تقرأ من الكلمة المقدسة فبكده نعرف إيه اللي حصل بالظبط فأنا عايز على السكرين يظهر لنا أول شاشة عندي هنا بتولي بتوري اليوم الواحد في البدء خلق الله السماوات والأرض وبعدين الرب قال "ليكن نور فكان نور وكان صباح وكان مساء يوما واحدا" فاليوم الأولاني كان في الأرض موجودة وكان فيه الضوء النور اللي الله خلقه النور ده مش مصدره الشمس الشمس خلقت في اليوم الرابع لكن اليوم الأول كان فيه مصدر في الكون الله خلقه في نور والنور عبارة عن فوتونز يعني يعني بودي يعني ماس وويفز كمان موجات فده النور اللي خلقه الله ففي اليوم الأول كان في خلق النور من فضلك اقرأ لنا النص الكتابي سفر التكوين الصح واحد بدءا من عدد واحد في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. وقال الله: ليكن نور، فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا، والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. ده قراءة هامة جدا توضح لنا اليوم الاول كان فيه الارض وكان فيه الله خلق السماوات والارض والله خلق النور وقال النور النور وفصل الله بين النور والظلمة والنور دعاه نهارا والظلمة دعاها ليلا وكان صباح وكان مساء يوما واحدا فتحديد اليوم هيكون بين الصباح والمساء ودوران الارض حوالين محورها دورة كاملة ده اللي بيعمل اليوم اليوم الثاني الله فصل بين مياه ومياه مياه على الارض ومياه في الجلد وده كان يوم تاني ممكن تقرا لي اليوم التاني من فضلك عدد ستة وقال الله ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد وكان كذلك ودعا الله الجلد سماء وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا بالظبط كده اليوم الثاني اللي حصل فيه الله فصل مياه عن مياه وعمل السماء وكلمه سماء في الكتاب المقدس ليها ثلاث معاني سماء بتعني الغلاف الجوي المحيط بالارض وده اللي بتطير فيه الطيور وبتطير فيه الطياره الكلمة الثانية للسماء تعني الفضاء الفسيح. ايوه. اللي موجود فيه الأجرام السماوية المختلفة الكثيرة. والكلمة سماء ممكن تعني عرش الله. سماء السماوات. السم... سماء السماوات بالظبط، السماء الثالثة. عشان كده الرسول بولس لما بيتكلم عنه صعد إلى السماء الثالثة في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم. ده بيقول السماء الثالثة اللي هي عرش الله وشاف الرؤية بتاعته. ففي اليوم الثاني اتعمل الفضاء الفسيح. وفي اليوم الثاني اتفصلت مياه عن مياه وكان صباح وكان مساء يوما ثانيا. نخلي بالنا من صباح ومساء لانها حاجه مهمه قوي في تعريف اليوم ونخلي بالنا من الارقام كمان لان دي مهمه جدا في تعريف اليوم لما هنيجي لتعريفه اللغوي اساسا. تمام. تمام. اليوم الثالث حصل فيه حاجتين ان الرب فصل المياه وعمل مجتمع المياه دعاه بحارا وقال لتظهر اليابسه. ودي اللي سميناها السوبر كونتيننت اللي هي القاره الكبيره الموحده وانفصلت المياه وعملها بحار دعاها بحارا مجتمع المياه دعاه بحارا والرب خلق ايضا النباتات اللي بتبذر بذرا كبذرها كاجناسها في اليوم الثالث فدول الحاجتين اللي حصلوا في اليوم الثالث ممكن حضرتك تقراهم لنا من عدد تسعة وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة وكان كذلك ودع الله اليابسة أرضا ومجتمع المياه دعاه بحارا ورأى الله ذلك أنه حسن وقال الله لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبزر بزرا وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بزره فيه على الأرض وكان كذلك فأخرجت الأرض عشبا وبقلا يبزر بزرا كجنسه وشجرا يعمل ثمرا بزره فيه كجنسه ورأى الله ذلك أنه حسن وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا رائع فالحاجتين اللي حصلوا في اليوم الثالث أن الرب أمر أن اليابسة تظهر ومجتمع المياه ده حارا وخلق الأشجار والنباتات والبذور بتاعتها، وكان مساء وكان صباح يوماً ثالثاً، نخلي بالنا من كلمة مساء وصباح لأن دي اللي بيحددوا اليوم، والترقيم يوماً ثالثاً، تمام؟ لأنه كلمة اليوم لما هندرسها هنعرف اليوم ممكن تعني فترة زمنية، لكن امتى نعرف اليوم إنه 24 ساعة؟ لما نلاقي فيه رقم، ولما نلاقي مساء وصباح، فده ده تفسير لغوي بحت، تمام؟ وبعدين هنشوف التفسير بعد كده. اليوم الرابع اللي حصل فيه إن الله خلق الشمس والقمر لحكم النهار وحكم الليل وتكون لاوقات وسنين. وبعدين خلق النجوم أيضا وعمل النجوم أيضا. فده اللي حصل في اليوم الرابع. ممكن حضرتك تقراه وقال الله: "لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل". وتكون لايات واوقات وايام وسنين وتكون انوارا في جلد السماء لتنير على الارض وكان كذلك فعمل الله النورين العظيمين النور الاكبر لحكم النهار والنور الاصغر لحكم الليل والنجوم وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الارض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة ورأى الله ذلك أنه حسن وكان مساء وكان صباح يوما رابعا تمام فإحنا عرفنا الجلد هو الفسيح الله خلق فيه الشمس والأمر ودول حكم النهار وحكم الليل ومن لليوم الرابع هتكون الشمس والأمر هما اللي بيفصلوا بين النور والظلمة كان في فصل بين النور والظلمة بالنور اللي خلقه الله في اليوم الاول لكن دلوقتي هيكون الفصل بالنور والظلمه بالشمس والقمر ودول الحقيقه في منتهى الاهميه لانه إن المسافه بين الارض والشمس محكومه محسوبه كويس قوي ما احناش قريبين قوي من الشمس فنتحرق ولا احناش بعاد قوي من الشمس فتكون الارض بارده المسافه بين القمر والارض برضو محكومه جدا والزاويه اللي بتميل بيها الارض عشان تلف حوالين محورها 23.5 ونص درجة الزاوية دي لو بقت 90 درجة في ناحية هتكون الأرض باردة جدا لو راحت في ناحية تانية بقت 90 درجة في الاتجاه التاني هتكون الأرض دافية جدا فالفكرة إنه الله بكل حكمة وبدقة وبإتقان صنع ده دي مش بس مصادفات حصل بيج بانج وابتدت تحصل غازات تتكون وبعدين الغازات دي عشان تتكثف دي مشكله كبيره لان الغازات عاده تتمدد مش تتكثف فايه العوامل اللي خليتها تتكثف وتعمل نجوم دي قضايا ضخمه هنتكلم فيها شويه لان هندخل في البيج بانج احنا اتكلمنا عنها قبل كده بس هتجيلنا في الحديث دلوقتي مره تانية فالله لما خلق النورين العظيمين الشمس والقمر ده بحكمه عاليه جدا وعمل النجوم ايضا ودي تعبير جميل قوي لان النجوم ده يعني علم كبير كبير جدا وكل شويه بنكتشف فيه حاجات تاني واحنا نرحب بالاكتشافات نرحب بالبحث العلمي جدا وهندرك اشياء عن النجوم في اشياء لسه غامضه بتدرس والبحث قائم ف اي مشكله ان في قضايا الفلك في بعض الامور غير محسومه لكن تحت الدراسه وده لا يمثل مشكله بالمره طيب تعال نشوف اليوم الخامس حصل فيه ايه اليوم الخامس الرب امر ان في طير يطير في السماء وأن سمك البحر والكائنات المائية تتكون من فضلك لنا النص الكتابي عدد عشرين وقال الله لتفض المياه زحفات ذات نفس حية وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كاجناسها، وكل طائر ذي جناح كجنسه، ورأى الله ذلك انه حسن، وباركها الله قائلا: أثمري واكثري واملئي المياه في البحار وليكثر الطير على الارض، وكان مساء وكان صباح يوما خامسا. تمام، دي كاجناسها، فالله خلق الاجناس اللي في الميه، والاجناس اللي في السماء وقال تتكاثر وتكتر ويحصل الفاريشنز الاختلافات اللي قلنا عنها في حلقات سابقه كتيرة أوي تمام فالله خلق الاجناس بتاعت الطيور وبتاعت الكائنات اللي تطلع من الميه واللي تعيش في الميه خلقهم في اليوم الخامس وكان مساء وكان صباح يوما خامسا فده بيحدد لنا اليوم المساء والصباح والرقم تمام فده بيحكم اليوم جدا في اصحاح واحد على فكره زي ما هنشوف لما اوريك في القواميس ازاي بيعرفوا اليوم. تمام؟ اليوم السادس وهو اخر يوم في اسبوع الخلق قبل ما الرب استراح في اليوم السابع. الرب قال دبابات الارض ووحوش البريه والله خلق الانسان خلق ادم وخلق حواء في اليوم السادس. فحواء خلقت في اليوم السادس مع ادم. بنقرا تفصيلات خلق حواء في اصحاح اتنين. بس ده لا يعني انه اصحاح اتنين يعبر عن زمن يتلو اليوم السادس. ليه؟ لانه ده اجماع وبعدين تفصيل. الرب اعطانا الفكره الكبيره الاول وبعدين بيدينا تفصيلات ما حدث في اسبوع الخليقه وبالاخص في اليوم السادس. فخلق حواء كان في اليوم السادس وعشان كده قال لهم اسمروا واكسروا واملاوا الارض، مش هيقول لادم كسنجل بمفرده اسمر واكسر واملا الارض، مش ممكن. فهو بيقول لادم وحواء اكسروا واثمروا واملأوا الارض لانه الله خلق حواء في اليوم السادس وده الحقيقه جزء بيعتبر غامض في عقول ناس كتيرة قوي باقترح انهم يدرسوا كلمه الله يسالوا في هذا الكلام يبعتوا لنا اسئله خلال الويب سايت واحنا مستعدين نجاوب وندي ادله اكتر من اللي انا بقدمها في الملخص اللي بشارك بيه حضرتك ايه اللي حصل في اليوم السادس ممكن تقرا لنا عدد 24 وقال الله: لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها وكان كذلك فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها ورأى الله ذلك أنه حسن وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا في فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الارض فخلق الله الانسان على صورته على صوره الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارض وراى الله كل ما عمله فاذا هو حسن جدا وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. ده رائع. دلوقتي اليوم السادس اكتمال خليقه الله. والله خلق الدبابات اللي على الارض ووحوش البريه وكانت على فكره مش بتاكل بعض في الوقت ده كان اكلها نبات انا تجاوزت الجزء ده علشان آه. يعني المعنى بس بتاع اليوم آه. لكن الطعام بتاع كل الكائنات كان عباره عن نباتات واحنا العشب, قلنا العشب والثمار, والثمار وكده نعم. لكن احنا قلنا ان موت النبات يختلف عن موت الانسان تمام. لان النبات ما فيهوش نفس انا باكد الحقائق دي يا دكتور فريد لانها حقائق اساسيه وهتساعدنا جدا في فهم الايام وحرفيه الايام. طيب. احنا بنؤمن ان دي ايام حرفيه وان ده خلق سوبر ناتشرال صنعه الله وانه في نهايه اليوم السادس راى ان كل ما صنعه انما هو حسن جدا. فكل يوم حسن حسن وده حسن جدا. اليوم السابع من فضلك اقراه لي عشان نكتمل في اسبوع الخلق. اصح اثنين من اول ايه فأكملت السماوات والارض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. ده رائع جدا نفهم اليوم السابع ده. ليه؟ لإنه الله لما استراح قلنا لإنه مش بيتعب، الله لا يتعب ولا يكل ولا يعيا ولا يحتاج إنه ينام. فهو استراح بمعنى إنه أكمل عمل الخليقة. وزي ما فنان يرسم لوحة جميلة كده ويبص عليه يقول دي الراحة. تمام؟ فالله استراح بهذا المعنى. في ناس كتيرة بتقول ليه ما كانش في صباح ومساء في اليوم السابع؟ تمام؟ اليوم السابع يمثل انتهاء خلق الله. فما يحتاجش انه ينتهي بيوم اه 24 ساعه هو يوم 24 ساعه لانه ده بيكون الاسبوع زي ما هنشوف لكنه لا يحتاج في النص انه ينص على انه كان صباح ومساء بعد ما استراح الله المعنى استراح الله انه اكمل عمل الخلق فاليوم السابع لا يحتاج الى صباح ومساء فدي سته ايام الخليقه عشان نبقى عارفين ايه اللي حصل فيهم ده لاني بيبقى عندنا فكر مرات مشوش عن ايه اللي حصل وقرايه كمان النص مهمه جدا بيزيد الامور وضوحا بالتاكيد واتمنى ان كل مشاهد يحفظ هذه الايام ويقراها ويدرك ايه اللي حصل فيها علشان ده هيساعدنا في فهم الايام والاحقاب والسنين والحفريات وكل الامور دي هتتشرح لو فهمنا الستة ايام الخليقه زي ما حاولنا نستوضحها في هذه الحلقه شكرا دكتور ناجي طبعا احنا هنكمل في حلات طبعا حلات طبعا ده في حاجات كتير قوي عزيزي المشاهد شفت اللي توضح لينا من خلال قرايتنا وكمان من خلال الصورة المحطوطة قدامنا وأنا بنصح الحقيقة تاني أنه نقرأ مع بعض تاني سفر التكوين أصح واحد وجزء من أصح اثنين علشان لما بنقرأ الكلمات نفسها وبنقف عندها بتجيب عن كتير من الأسئلة اللي عندنا اللي لمجرد القراءة بتجاب من تلقاء نفسها هنطلع الفاصل ونرجع نلتقي مره اخرى مع بعض مع أسئلة الشباب بشجعك أنت كمان تكتب أسئلة زي ما سمعنا في الأول وأي اه اقتراحات أو أي ملاحظات اكتبها وقول لنا من فضلك المصادر اللي بتستند عليها ماجد فضل هو يعني في نور غير نور الشمس؟ آه النور اللي خلق في اليوم الأول هو مصدر النور اللي يختلف عن الشمس اللي جت في اليوم الرابع فالنور ده نور كوني الله خلقه يختلف عن الشمس وحتى لما تشوف في الويب سايت بتاع الايثيوست الغير مؤمنين يقولوا انه كان في نور قبل البيج بانج انا مش بعتمد عليهم على فكره انا بس بقول لك اني رايهم برضو ان في نور قبل الشمس انا بعتمد على كلمه الله الصادقه الكتاب المقدس فالنور اللي كان موجود في اليوم الاول مصدره مش الشمس ويختلف عن الشمس الشمس اصبحت لحكم النهار وحكم الليل مع القمر في اليوم الرابع طب الشمس هي حكم النهار طب ازاي كان في نهار وليل في اول يوم وما كانش في شمس تمام انه في مصدر للنور ده والارض بتلف حوالين محورها ففي جزء من الارض هيكون معرض لهذا المصدر النور فهيبقى نور والناحيه الثانيه من الارض هتكون ضلمه وتلف دوره كامله فكان مساء وكان صباح يوما واحدا فهو الفكره دوران الارض بيورينا انه كان في جزء منها معرض لهذا النور والجزء الثاني مخفي عن هذا النور فكان ظلمه واتحركت وكمل اليوم سؤال جميل شكرا طيب انا بس عايز اضيف سؤال في دي يا دكتور ناجي اتفضل لانه برضو حضرت نقاش في النقطه دي اتفضل هل نقدر نقول ان الشمس في اليوم الرابع كانت هي جمع لهذا النور في نجم سمي الشمس ولا ان الشمس كانت لاناره المجموعه الشمسيه فقط اه لا لاناره المجموعه الشمسيه دول اه هقول لحضرتك ليه انا بقول كده هي للمجموعه الشمسيه فقط لان في مصادر ثانيه للنور في نجوم ثانيه النور خارج ده مجموعتنا الشمسيه طبعا لما انت بالليل لما نخرج من الاستوديو هتبص هتلاقي في النجوم بتنور والشمس غابت اوريدي ايوه ففي مصدر ثاني للنور في نجوم بعيده عننا طيب فالنور ده نتيجه تفاعل كيما كيماوي بين الهيدروجين والهيليوم دي اغلب النجوم متكونه من كده وده تفاعل بيطلع النور اللي احنا بنشوفه فالشمس كانت للمجموعه الشمسيه للمجموعة فقط للمجموعه الشمسيه فقط طيب امال موضوع دوران الارض اللي بسببه بنقرا عن وكان مساء وكان صباح قبل خلق الشمس بالظبط ده كان ينتمي الريليشن بتاعته الى العلاقه بتاعته بين النور الكوني اللي الله خلقه والارض بتدور فبتتعرض للنور في ناحيه وظلمه في الناحيه الثانيه وهكذا دوران الارض تمام. من اليوم الرابع الشمس بقت هي اللي عندها الكنترول ده تمام, تمام. فاضل. هو الديناصورات اتخلقت في ستة ايام خليقة ولا اتخلقت في الخلية القديمه قبل حتى الديناصورات بص ما فيش خليقه قديمه الكتاب المقدس ما بيكلمناش عن خلية قديمه تمام فانسى موضوع الخليقه القديمه ده واحنا هنتكلم عنه في الجاب ثيوري بالتفصيل الديناصورات من دبابات الارض وخلقت في اليوم السادس مع ادم وحواء وعاشوا مع بعض والديناصورات احنا اتكلمنا عنها في حلقات طويله لازم ترجع لليوتيوب وتس.. وتسمعها وتشوفها بالتفصيل الديناصورات كانت في البداية بتأكل نباتات كانت متوحشة هتقول لي ليه عندها أسنان كبيرة علشان خاطر لما تلاقي كوكونات ولا حاجة ليها قشرة قوية تقدر تكسرها فموضوع الديناصورات ممكن ترجع له للحلقات اللي احنا شرحناها بالتفصيل لكن حسب النهاردة عشان بنتكلم في الأيام هي خلقت في اليوم السادس شكرا رامز في تكوين واحد ستة وعشرين ربنا كاتب نعمل الانسان على صورتنا كشبانة هو كان بيجمع يعني كتب آه. نعمل احنا إيه؟ بالظبط ده سؤال جميل جدا لانه ده بيتكلم عن الجمع لان الله الاب والله الابن والله الروح القدس كانوا مشتركين في الخلق والله الاب بيقول بالكلمه والكلمه هو الله الابن والروح القدس كان يرف على وجه المياه فخليقه الانسان كانت على شبهنا كصورتنا بيكلمنا عن الله الاله الواحد المثلث الاقانيم من تكوين اصحاح واحد وكان مكتوب بعد كل يوم وراء الله ذلك انه حسن ايوه الا في اليوم الثاني لما خلق الجلد ما كانش كاتب آه. اه دي ناس كتيره بتوصل لاستنتاجات ضخمه من وراء هذا الغياب كلمه حسن في اليوم الثاني لان كان فيها فصل وكلام زي كده الحقيقه هو مجرد انه ما كتبش يعني هو قال انه ده اللي حصل في اليوم الاول وده اللي حصل في اليوم الثاني فببساطة شديدة أنا مش عايز أطلع تفسير لاهوتي ضخم من وراء عدم وجود أنه كان حسن لأنه في اليوم الثاني زي ما قلنا فصل مياه عن مياه وعمل الجلد اللي بعد كده حط فيه الشمس والقمر والنجوم شكرا في سؤال لو كان ربنا خد 8 ايام عشان يخلق الخليقه كلها كان هيبقى الاسبوع 8 ايام ولا كان هيبقى سبعه برضه بص لو حرف امتناع لامتناع يعني ايه لازم تبقى عارف عربي كويس ها يعني ما حصلش الجزء الاول منها فما يحصلش الجزء التاني اه لو جاء ناجي لذهب اه فريد ناجي ما جاش ففريد ما ذهبش اوكي فانت حطيت لي لو طب لو عملهم في 10 ايام كان الاسبوع 10 ايام طبعا ده سؤال لا يمكن الاجابه عليه لانه مش ده اللي حصل اه ولو تفتح اه ابواب كتيره ملهاش اي معنى شكرا انا بس دكتور ناجي علشان نبقى محقين مع الكل علشان موضوع حسن ما جاش في اليوم الثاني. احنا هنقول الراي اللي اتقال عليه لان احنا بنعرض كل الاراء. طبعا وفي الاخر نقول ده ربما لانه لم ياتي لي تفسير بس يعني. للامانه في, في العرض في العرض يعني ان زي ما انت عارف طبعا طبعا ان البعض شافوا انه لانه في هذا اليوم حصل فصل للمياه اللي تحت والمياه اللي فوق وانه الله الذي يرى المستقبل كان يعلم انه سيستخدم بعضا من هذه المياه في الطوفان والدينونه هي فعل الغريب لذلك لم يشير هنا الى كلمه حسن هذا هو الراي الذي آه. يستنتجه البعض بالضبط وانا ليه تعليق بسيط ولا نبت فيه بالضبط ده راي تاملي مش تفسيري ده دايب. تامل من حقه يقول كده ومن حقي اقبل كده او ارفض كده كون ان الله يستخدم حاجه في الدينونه دي مش مشكله لان من صفات الله انه عنده العدل والدينونه فهي مش صفه غريبه عن الله ما اقولش غريبه انا آه. بقول ان الكتاب قال بعد كده في اشعياء انها مش عمله المعتاد لكنها عمله الغريب يعني لا يصر بالدينون اه هو لا بالظبط ده تعبير ادق الحقيقه لا يصر بالدينونة انا وافقك عليها لكن يقيم الدينونه ده شيء طبيعي ولازم ما يكون ما احنا متفقين تمام بالزبط. متفقين على فده راي اللي لان هو ملفت قوي للنظر ليه ده اليوم الوحيد في السته اللي ما تقالش فيه زي ما قلت ده راي تاملي اه انا ده. حبيت اعرضه طبعا طبعا عشان ما يكونش نوع من ان احنا يعني... ماشيين في خط واحد من غير ما نسمع اراء كتير اه طبعا طبعا بالزبط. انا ما عنديش اي مانع في ذلك بس تعليقي على كده انه ده راي تاملي ما اقدرش اقول ان ده الراي التفسيري ليه ما جاتش كلمه حسن في اليوم الثاني شكرا تفضل في تكوين 2 مكتوب وكانت الارض خاربه وخاليه وعلى وجه العمق لا قصدك تكوين واحد واحد اتنين عدد اتنين اتفضل واحد اتنين اتفضل اتنين اتفضل يا وروح الله يرف على وجه المياه هو ما كانش في عالم فالمياه دي كان كان جايه منين ايه مصدرها؟ لا الله خلق الارض والمحيط محاطه بالمياه وبعدين فصل هذه المياه تمام؟ الارض كانت محاطه بالميه وبعدين فصل مياه عن مياه مياه فوق الجلد ومياه تحت الجلد وخلى الارض تظهر فالارض كانت مغطاه بالمياه مش ظاهرة عشان كده في اليوم الثالث قال تظهر اليابسه فاليابسه كانت موجوده تحت المياه ومجتمع المياه دعاه بحارا تمام اما موضوع خربه وخاليه فمعناها انها void and empty يعني ايه كانت مش متشكله وما حياه تمام وده هنتكلم عنه بالتفصيل لما نتكلم عن نظريه الفجوه بالتفصيل لان كلمه خربه هنا مش معناها خرابه معناها غير مشكله. تمام؟ هنتكلم في ده بالتفصيل في حلقات قادمه باذن الله. رافي وبعد كده فادي. الله كان خلق الكون كله بكلمه واحده مش كده؟ فازاي يعني كان يقول الكلمه كانت الحاجه بتبقى موجوده، ازاي اخذ يوم كامل في انه يخلق حاجه؟ اه الله لا يحتاج الى الزمن عشان يخلق. الله يعلن بارادته. تمام؟ فالله كان ي... ممكن يخلق الكون ده كله في لحظه. لكن اللي حصل ان هو خلقه في ست ايام. واعطانا اليوم السابع للراحة وده الموديل ده النموذج اللي قال عليه عن الأسبوع وهكلمك إزاي اليوم بيحصل إزاي الشهر بيحصل السنة بتحصل دي كلها ظواهر فلكية الأسبوع ليس ظاهرة فلكية تمام؟ ده الأسبوع ده موديل على أو ممثل في أسبوع الخلق عشان كده في تاريخ البشر حاولوا يخلوا الأسبوع عشر أيام ممشيش الأسبوع سبعة أيام على الموديل الموديل بتاع تكوين واحد واحد بالظبط كده فالله مش محتاج للوقت خالص لكن الله اعطانا هذا النظام عشان بعد كده لما بيدي الناموس في الخروج اصحاح 20 عدد 11 بيقول لان في سته ايام عمل الرب السماء والارض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع عشان اليوم قدس هذا اليوم شكرا عزيزي المشاهد شفنا قد ايه الاصحاح الاول الصفحه الاولى في الكتاب بتحوي عند القراءة المتأنية كم من الحقائق الكتابية الحقائق اللاهوتية والحقائق العلمية الجميلة اللي مجرد دراستها وفحصها بتبنينا وبتجيب عن أسئلتنا بيقول في روميا أربعة العبارة دي عن قدرة الله وسلطان الله إن إبراهيم آمن بالله الذي يحيي الموتى وخد بالك من الجمله اللي جايه ويدعو الاشياء غير الموجوده كانها موجوده انه يستدعيها من دائره اللاوجود عدم الوجود فتصبح موجوده وده بنجده ببساطه شديده في اول ايات في الكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والارض يؤيدها اجزاء اخرى هو قال فكان هو امر فصار ثم في عبرانيين 11 نقرا بالايمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمه الله نشكر الله لاجل كل دراسه وكل معرفه عرفناها دكتور ناجي شكرا شكرا لك شكرا شباب عزيزي المشاهد التقي بك بمشيئه الله في الحلقه القادمه والرب معك